أهلا بكم إلى النشرة المفصلة من العربية، أنا ميسون عزام أحييكم، وهذه أخبار الظهيرة مشاهدينا. نبدأ بالعناوين. إيران تعتقل العشرات من الجيش لدعم الاحتجاجات وتعدم 4 أشخاص يزعم ارتباطهم بإسرائيل. واشنطن تشدد على دعم الاحتجاجات في إيران، وماكرون يندد بأكاذيب طهران بشأن معتقلين فرنسيين. واشنطن تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا، وتتهم موسكو بالوحشية المتعمدة. وبيلي يطمئن محبيه على صحته، وفي المونديال السنغال تتحدى إنجلترا وفرنسا تواجه بولندا. إذن مشاهدينا، البداية من إيران، حيث أعلنت وكالة إسنا تنفيذ حكم الإعدام في 4 إيرانيين بزعم ارتباطهم بالموساد الإسرائيلي. الوكالة ذكرت أن الإيرانيين 4 الذين تم إعدامهم أدونوا بالمشاركة في تدمير ممتلكات خاصة وعامة، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات وبعد محاكمة سريعة، كما حكم على 3 متهمين آخرين بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. أعلنت منظمة العفو الدولية أن 28 إيرانيا من بينهم 3 أطفال معرضون لخطر الإعدام، مؤكدة أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام للقمع السياسي وأيضا لإرهاب المحتجين. هذا وقد ذكر تلفزيون إيران انترناشنال أن وثائق حصلت عليها مجموعة قراصنة من وكالة أنباء فارس، طبعا هي تابعة للحرس الثوري الإيراني، كشفت عن اعتقال 115 عنصرا من القوات الإيرانية، قوات الأمن الإيرانية، لدعمهم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. التلفزيون أضاف أن العسكريين يمثلون 1% من عدد المحتجزين في الاحتجاجات التي تشهدها إيران. طبعا احتجاجات تستمر للشهر الثالث على التوالي، وقد فشل النظام حتى الآن في إخمادها، لكنه وفي محاولة لتهدئتها أعلن المدعي العام الإيراني إلغاء ما يعرف بشرطة الآداب. دعونا نتابع. مشاهدينا، طبعا هذا القرار بإلغاء شرطة الآداب لم يؤثر على التظاهرات، حيث أضرم المحتجون، وذلك الليلة الماضية أضرموا النار في مقار البسيج، وذلك بعدد من المحافظات وأيضا المدن الإيرانية. إذن عدد من المدن الإيرانية، ولكن في مدينة قوتشان وذلك بمحافظة خراسان، محتجون قاموا بمهاجمة بالمولوتوف، هاجموا كما نشاهد من خلال هذه الصور مكتب إمام الجمعة، فيما أضرم آخرون النار في إعلانات حكومية في يزد وأيضا في داخل العاصمة طهران، أي في إيران. مرگ بر دیکتاتور. على كل المزيد تنضم إلينا من بروكسل الباحثة في الشأن الإيراني منى السلاوي. أهلا بك منى، اسمحي لي أن أبدأ بإعلان الإعدامات اليوم في إيران. الرسالة من وراء ذلك، وهل هي رسالة للداخل أم للخارج؟
تحياتي لك وللمشاهدين. هي بالفعل رسالة لنشر الرعب في داخل الإيراني، ولكن لو كانوا بالفعل صادقين في الحصول معلومات عن الجواسيس الإسرائيليين، بالأحرى كان يقدموا معلومات عن ما حصل ومن كان خلف قتل العالم النووي الإيراني، أو خلف سرقة كثير من المستندات عن الملف النووي الإيراني اللي بنيامين نتنياهو عرضهم، وإسرائيل تبنتهم بالأساس، يعني تبنت هذه العمليتين. ولكن حتى الآن إيران عاجزة عن تقديم أي معلومات من كانوا خلف هذه القضايا، كيف تم أساسا هذه العمليات. ولكن الآن يأتون بأربع من مواطنين ويدعون أنهم عملاء، أساس أنه يريدون أيضا يوجهون رسالة أنه هم يواجهون إسرائيل في داخل نعم. الإيراني، كما هذا لحاضنتهم الشعبية في المنطقة يقولون أنهم في مواجهة مع إسرائيل. ولكن في النهاية حتى لنفترض جدلا هؤلاء أربع عملاء، يعني ما شأن الشارع الإيراني؟ شارع إيراني منتفض يعني. وحتى وشاهدنا هذه الصور. منى، أريد أن أعرف معلومات إن كان لديك أي منها حول ما يحدث داخل هذه المحاكمات، وطبيعة التهم الموجهة وربطها بإسرائيل، تتعلق بتسريب المعلومات وغيرها من المواضيع. لدينا فهم كامل للتهم الموجودة أو لا؟ يعني تهم دائما جاهزة، بالعادة النظام الإيراني يعتقل المعتقل، التهم جاهزة ثم يقوم بتعذيب المعتقل، والمعتقل يقوم باعتراف، يعني هكذا هو طبيعة التعامل. حتى عندما المتهمين اللي لديهم بعض من الجراءة أو بعض من الدعم يخرجون في هذه المحاكم ويدعون أن تم تعذيبهم، القاضي بدل ما يقف إلى جانب المتهم يتهمهم ويهاجم إليهم. حتى المحققين، يعني حسب رواية الكثير من المعتقلين الذين خرجوا، قالوا المحققين هم من يكتبون الحكم النهائي ويقدمونه للقاضي، فقاضي يعني محاكمات صورية أنت تقولي، وتحت التعذيب بالنسبة للاعترافات. سؤال فيما يتعلق بأنها وصفت هذه المحاكمات بالسريعة، ماذا يعني هذا؟ يعني في العادة يكون حكم جاهز من قبل، يتم بدقائق محدودة، المحامي لا يحصل على الأوراق المحكمة، أحيانا أوراق المحكمة بالآلاف ويقدم للمحامي قبل ساعات من المحكمة، في بعض من الأحيان حتى المحامي الذي يأتي ليدافع عن المتهم يتم اعتقاله بحكم أنه في حال لم يكن يوافق على جرائم المتهم لما قابل أن يدافع عن المتهم. يعني هكذا هي طبيعة المحاكم في إيران. يعني كما أنه تهم بالنسبة بعض التهم ثابتة جاهزة، مثل محاربة الله ورسوله، حتى الآن ما في تعريف دقيق إلا يعني ما معناه محاربة الله ورسوله، نعم. ويتم حكم الإعدام على الأشخاص متهمين تحت هذا الحكم. ولا شك أنه سننتظر ردود الفعل في الخارج على الأقل على هذه المحاكمات. ابقي معي منى، سأتحدث أيضا عن قضية ردود الفعل فيما يتعلق بقمع النظام المحتجين في الشارع، وطبعا اتساع رقعة التظاهرات. المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي أعلن أن بلاده تعتزم التركيز على دعم الاحتجاجات في إيران. مالي وفي تصريحات لوكالة بلومبرج أرجع موقف واشنطن من الاتفاق لعدم اهتمام طهران بالاتفاق النووي لمطالبها التي وصفها بغير المقبولة، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع، لن تسمح بالتلاعب بها خلال المفاوضات النووية التي أصبح فائدتها على حد تعبيره طبعا أمر مشكوك به. وزارة الخارجية الأمريكية من جانبها شددت على دعم الاحتجاجات في إيران إلى أقصى الحدود. الوزارة أكدت على ضرورة أن ينتبه النظام هناك إلى رغبة الشعب الإيراني في التغيير. مصدر في الوزارة أضاف في تصريح نقله موقع إيران انترناشنال أن السلطات الإيرانية تواصل ترهيب الناس وقمع حريتهم حتى في الخارج. وفي هذا السياق ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا بما اعتبره أكاذيب إيرانية، وأكد أنه مارس ضغطا قويا جدا على نظيره الإيراني لاعتقال النظام رعايا فرنسيين حسب صحيفة لو باريزيان. قال ماكرون إن الفرنسيين السبعة الذين أوقفهم النظام الإيراني هم مواطنون ذهبوا إلى إيران أحيانا لأسباب أكاديمية أو ربما مرتبطة بجمعيات، موضحا بأنه مارس ضغطا قويا على الرئيس الإيراني كي يتم احترام حقوق هؤلاء وكي تكون الزيارات القنصلية ممكنة، خصوصا من أجل ضمان إطلاق سراحهم وذلك في أسرع وقت. على كل، أعود إليك منى وردود الفعل، أبدأ بالجانب الأمريكي إن كان مالي أو الخارجية بصورة عامة، وتصريحاتها لدعم لا محدود للتظاهرات كيف؟
أنا لا أعرف، يعني رابرت مالي لازم يجاوب كمان، أنه هو يصرح ويقول أنه الطرف الإيراني ليس لديه الرغبة في استمرار في المفاوضات، ولا يتكلم أنه ما هي نهاية موقف الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لو كان الطرف الإيراني كان لديه رغبة كانوا يدخلون في مفاوضات مع حكومة فاقدة للشرعية ويقوم بقتل المواطنين، وأساسا حتى بعض الأعمال اللي يقومون فيها يعني ممكن تصنف جرائم ضد البشرية ضد الإنسانية، وحتى التطهير العرقي، يعني الطريقة اللي يتعاملون في إقليم كردستان وبلوچستان، يعني تقع تعاملهم يعني محاولة للهجوم على الأقليات بهذه الطريقة مع الأسف. يعني حتى مقارنة بالدول الأوروبية موقف الأمريكي يعني ديمقراطيين جدا ضعيف طيب مقابل ما يحصل في إيران. طيب موقف ضعيف، ولكن هل هو واضح في ما يؤمل من هذا النظام؟ لأن الخارجية تتحدث عن أنه يجب على النظام أن يفهم رغبة الشارع في التغيير. عن أي تغيير هنا تتحدث الولايات المتحدة؟ يعني روبرت مولر ليست أول مرة اللي هو يخطأ، يعني في تويتر سابق له أيضا هو قال أنه الحكومة الإيرانية لازم تحترم رقابات الشعب الإيراني، في حال أنه الشعب الإيراني لم يعد يطالب أي شيء من الحكومة الإيرانية ولا يريد إصلاحات بل يريد تغيير النظام. ولكن حتى الآن يعني أظن متأثرين ما زالوا ديمقراطيين بتحليلات اللوبي الإيراني، يظنون في حال تدخلوا في شأن الإيراني أو في حال دعموا الشارع الإيراني سيكون تأثيراتها سلبية على الشارع الإيراني والنظام الإيراني يقوم بمزيد من القمع، في حال أن النظام الإيراني لا يحتاج الحجج حتى تقوم في هذه العمليات. على العكس، الدعم من أي طرف هو لصالح الشارع الإيراني. ولكن يعني حسب ما يبدو أن تحليلهم أنه يلتزمون الصمت، وهذا صمتهم ممكن يساعد الشارع الإيراني مع أنه هذا نتائجها عكسية. من بروكسل الباحثة في الشأن الإيراني منى السيلاوي، شكرا جزيلا لك. طبعا هذا فيما يتعلق بردود الفعل حول التظاهرات في الداخل، ردود الفعل الخارجية، ولكن دعونا نتحدث عما نقل من صحيفة جيروسلم بوست الإسرائيلية عن تحرك إسرائيلي. هناك تصريحات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي حول منع تشكيل حزب الله جديد في إن كان سوريا أو العراق أو حتى اليمن. كوخافي كشف عن عملية تقوم بتنفيذها إسرائيل حاليا هناك، أي في العراق وسوريا، باسم حزب أو حرب بالأحرى بين حربين، وتهدف من خلالها إلى منع تدشين حزب الله آخر في العراق وأيضا سوريا. وتضمنت المعلومات التي نشرتها الصحيفة أيضا حديث عن قيام إسرائيل بضربات ضد أهداف إيرانية في كل من العراق وسوريا. الصحيفة أكدت أن نفوذ إيران وصل إلى قاعدة الإمام علي العسكرية، طبعا هي قريبة من البوكمال في سوريا، والتي وصفتها بأنها مقر عمليات الفصائل الإيرانية في المنطقة. في أخبار الظهيرة ولكن بعد قليل، طائرة مسيرة تركية تقتل قائدا عسكريا من قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة، نتابع بعد قليل. أهلا بكم مجددا إلى أخبار الظهيرة، ونكملها من شمال وشرق سوريا. فبعد هدوء حذر من القصف الجوي التركي على مناطق سيطرة قصد، استهدفت طائرة تركية مسيرة بصاروخين سيارة بقرية تابعة لمدينة عمودة بريف الحسكة. استهداف أدى لسقوط قتيلين على الأقل، أحدهم قيادي، وأيضا عدد من الجرحى، حيث سارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين. أما في ريف الرقة في الشمال السوري، فاستهدفت القوات التركية بالمدفع الثقيلة 4 قرى، وهي عبدوكي وكوبرليك وقزعلي وفيونتا بريف عين عيسى، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية. إلى الملف الأوكراني الآن، فبعد أن عينت الأمم المتحدة فريق تحقيق يدرس ما إذا كانت هجمات روسيا على البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا ترقى إلى جرائم حرب، اتهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتهم روسيا بالوحشية المتعمدة في حربها على أوكرانيا، مشددا على أن موسكو تستهدف المدنيين عمدا، وهذا ما يجعل جيران روسيا بحسب تعبيره ينظرون إلى هذا العدوان بقلق شديد. دعونا نتابع. حرب بوتين ليس نتيجة توسع الناتو، إنها سبب لتوسع الناتو، والآن بسبب رغبة الكريملين لإمبراطورية متلاشية تواجه أوروبا أسوأ أزمة أمنية لها منذ الحرب العالمية الثانية.
إن أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشن حرباً لحرمان أكثر من 43 مليون شخص من الديمقراطية بوحشية متعمدة. تضع روسيا المدنيين والبنية التحتية المدنية في مرمى بصرها، وقتلت القوات الروسية آلاف المواطنين الأوكرانيين، وتسببت الهجمات الروسية في مقتل الأطفال وتحطيم المدارس وتحطيم المستشفيات. لذا فإن جيران روسيا ينظرون إلى هذا العدوان الإمبراطوري بقلق متزايد. هذا واعتبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بعد اجتماعها مع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في كييف، اعتبرت أن الرئيس الروسي فولاديمير بوتين ليس صادقا بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا حاليا. تصريحات تأتي بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه مستعد للتحدث مع بوتين. الكريملين رد عليه بالقول أنه ينبغي على الغرب الاعتراف بضم موسكو المعلن لأربع مناطق أوكرانية، وهو الرد الذي أظهر عدم جدية روسيا بحسب قول نولاند. هذا ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الهيكل الأمن الجديد في أوروبا يجب أن يركز على معالجة المخاوف الروسية بشأن توسع الناتو وأيضا تقديم الضمانات لروسيا. دعونا نتابع. علينا أن نحضر للهيكل الأمني المستقبلي الذي نرغب به. هذا يعني أن إحدى النقاط الأساسية التي يجب أن نتناولها هي خوف روسيا من وجود الناتو قرب حدودها ونشر الأسلحة التي تهددها. ستكون هذه المسألة جزءا من مناقشات السلام، بالإضافة إلى حماية حلفائنا وتقديم الضمانات لروسيا عندما تعود لطاولة المفاوضات. المزيد معنا من موسكو مراسل العربية عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا بك. نبدأ بما هو حديث الساعة إذا ما صح التعبير، المفاوضات إن كان بالإيجاب أو بالسلب، كيف تتفاعل هذه العناوين في موسكو الآن؟ مرحبا ميسون. يعني حديث موسكو حول هذا الموضوع هو واضح كما ذكروا خلال الأيام الأخيرة الماضية بأن المفاوضات مع الغرب هي مطروحة بشكل كلي، لكن بعدم وضع شروط بما يخص قضية خروج الجيش الروسي من الجنوب الأوكراني ومن المناطق التي قامت موسكو بضمها خلال الفترة الماضية. موسكو طبعا ترى في المفاوضات حلا لهذا الموضوع حسب ما تقول الخارجية ويقول الكرملين، لكن إن كان هناك شروط بهذه القصة فموسكو طبعا ترفض وضع مثل هذه الشروط، خاصة تلك التي تتحدث عن ترك المناطق التي اعترفت بها موسكو. أيضا موسكو تبحث خلال هذه المفاوضات عن وجود يعني أجندة من شأنها الوصول إلى حلول بقضية الأزمة الأوكرانية. لذلك طبعا موقف موسكو لم يتغير كما تحدثت عنه خلال الأشهر الماضية، وهو ضرورة وجود هذه الأجندة ميسون. طيب، وماذا فيما يتعلق بما طرحه ماكرون حول القوة الأوروبية الجديدة، كيف تتعامل معها موسكو؟ يعني موسكو قراءتها السياسية لهذا الموضوع ترى في أن الناتو حتى هذه اللحظة يقوم بدعم كييف بكافة الوسائل. طبعا ما يلفت الانتباه هنا بأن يعني تصريحات جديدة ومخيفة كما سماها البعض خرجت يوم أمس من موسكو تتحدث عن أن الدعم الأوروبي يعني أصبح الآن يطال تلك الأقمار الصناعية التي تقوم بتزويد الجانب الأوكراني بالتحركات. وهذا طبعا أعلنت عنه موسكو يوم أمس بأنه قد يكون إنذار أخير من قبل روسيا، والخارجية كانت قد نوهت بأنها قد تقوم بضرب أو تعطيل تلك الأقمار الصناعية. لذلك طبعا ما تحدث عنه الرئيس الفرنسي هو يعني قراءة سياسية في البلاد بأن هذه القوة هي يعني مستمرة منذ نحو أشهر من الآن حول هذا الموضوع، وأن الدعم للجانب الأوكراني قد لا يصل إلى المواجهة المباشرة مع موسكو، لكن هو مستمر بهذه المعدات الثقيلة التي يتم تزويد الأراضي الأوكرانية بها ميسون. من موسكو مراسل العربية عبد الجواد الرشد، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. وافق الاتحاد الأوروبي رسميا على وضع حد أقصى لأسعار بيع النفط الروسي ليكون 60 دولار للبرميل على أن يبدأ تنفيذ القرار غدا الاثنين. الاتحاد الأوروبي في بيان قال إن القرار سيخفض وبشكل كبير العائدات التي تجنيها روسيا من النفط بعد أن شنت حربها على أوكرانيا. بدوره اعتبر الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا، وفي المقابل أكدت روسيا رفضها تحديد سقف لسعر النفط
غداة اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأيضا أستراليا. Insofern sind wir natürlich im Moment jetzt auch sehr betroffen von diesen enormen Preissteigerungen. Die Krankenhäuser sind in einer wirtschaftlich extrem angespannten Situation, weil sie im Prinzip seit Jahresbeginn damit zu kämpfen haben, dass die Kosten davonlaufen. المزيد ينضم إلينا من كييف الصحفي محمد البابا. أهلا بك محمد. دعني أبدأ بقضية تحديد سقف لسعر النفط وتصريحات زيلينسكي التي لا يثق فيها بجدية هذا القرار. لماذا؟ شو هي المعوقات التي يراها أو في عدم ثقة ربما؟ هي ليست عدم ثقة ربما، يعني الخلاف بالترجمة. تحدث الرئيس الأوكراني بالأمس عن كيفية التزام الدول ب يعني سقف لأسعار النفط الروسي، حيث يعتبر أن النفط الروسي كما يراه الجانب الأوكراني هو الممول الأكبر للعملية العسكرية للروسية التي تقوم بها روسيا أو غزو روسيا للأراضي الأوكرانية. الرئيس الأوكراني كان من المطالبين أو من أول المطالبين بوضع حد لسقف سعر النفط الروسي ب$30، ولكن هل سيكون ما يتساءل عنه الرئيس الأوكراني كيفية أو آلية تنفيذ هذه المقررات، خاصة أن روسيا بدأت يعني تحاول إيجاد أسواق بديلة عن الأسواق الأوروبية بعدما انخفض يعني بنسبة 60-70%، انخفضت الواردات النفطية الروسية من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. طيب، هذا فيما يتعلق بهذه التصريحات، ولكن ماذا عن الوضع الميداني؟ أي جديد محمد؟ قبل الوضع الميداني لابد من الحديث عن زيارة فيكتوريا نولاند، وهي يعني الدبلوماسية الأمريكية التي يعني تدير الملف الأوكراني منذ 2014. كان هناك زيارة واجتماع بالأمس مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمناقشة كيفية الوصول إلى حل تلك الأزمة. الجانب الأوكراني يرفض أي، وهذا يعني أنا من مصادر من القصر الرئاسي ومقربين من الرئيس الأوكراني، الجانب الأوكراني يرفض أي حديث عن مفاوضات أو أي حلول قبل انسحاب القوات الروسية بشكل كامل من الأراضي الأوكرانية. وهذا كان موقف زيلينسكي بالأمس والذي تم إبلاغه لفيكتوريا نولاند. وكان الرئيس الأوكراني إلى حد ما منزعج عن بعض القرارات أو الحديث من بعض الدول الأوروبية عن يعني دفع أوكرانيا للجلوس إلى طاولة مفاوضات أو إيجاد حل سلمي. نعم. وبذلك يعني جاء الرد الروسي بالأمس، وهي سقف عالي بأنه يجب على الدول الغربية الاعتراف بضم روسيا للمقاطعات الأربعة. أما ميدانيا ما حصل بالأمس، سلطة القوات الأوكرانية بالأمس أكثر من محاولة تقدم للقوات الروسية في محيط بلدة بلوشانكا بالهورفكا في مقاطعة لوغانسك وبريستوف بخموتسكي أدييفكا ماريانكا وفي منطقة دونيسك. الجيش الروسي شن حوالي 30 ضربة صاروخية على مواقع عسكرية ومدنية على طول خط التماس في قطاع الدنباس، وأيضا هناك بلدة تشيفشينكوف، هذه البلدة في قطاع خاركوف التي لديها يعني تمتلك محول كبير للطاقة الكهربائية، تم تدمير هذا المحول مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في تلك أو في مقاطعة خاركوف، الجهة الشرقية لمقاطعة خاركوف. الجيش الأوكراني بدوره قصف 22 مركز تجمع للقوات الروسية في قطاع الدنباس، وأعلن عن إسقاط طائرتين من نوع سو 34 وسو 25 وتدمير 6 مسيرات أورلان 10 في منطقة خرسون. من كييف الصحفي محمد البابا، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. في أخبار الظهيرة ولكن بعد قليل، أسطورة الكرة البرازيلية بيليه يواصل العلاج من سرطان القولون بالمشفى ويطمئن محبيه. نتابع قوم معنا.
إيران تعتقل العشرات من الجيش لدعم الاحتجاجات وتعدم 4 أشخاص بزعم ارتباطهم بإسرائيل. واشنطن تشدد على دعم الاحتجاجات في إيران، وماكرون يندد بأكاذيب طهران بشأن معتقلين فرنسيين. واشنطن تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا، وتتهم موسكو بالوحشية المتعمدة. أسطورة الكرة البرازيلية بيلي يطمئن محبيه، وفي المونديال السنغال تتحدى إنجلترا، وفرنسا تواجه بولندا. أهلا بكم مجددا إلى أخبار الظهيرة، وطبعا نتحدث عن أخبار كأس العالم. الآن تجاوزت الأرجنتين أستراليا بهدفين لهدف، ضاربة موعد مع هولندا الفائز على المنتخب الأمريكي ب3 أهداف لهدف. تحية رياضية، أهلا بكم إلى موجز رياضي. خلال مباراته الألف في مسيرته الكروية، قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لبلوغ ربع نهائي البطولة على حساب أستراليا، ضاربا موعدا مع هولندا في الدور ربع النهائي. ميسي افتتح النتيجة لمنتخب التانجو في الدقيقة 35 مسجلا هدفه الأول مع بلاده في الدور خروج المغلوب خلال مشاركاته 5 في البطولة، قبل أن يأتي الدور في الدقيقة 57 على زميلي ونجم مانشستر سيتي جوليان ألفاريز، الذي استغل خطأ من الحارس الأسترالي ماثيو رايان مسجلا 2 أهداف بلاده. لكن المنتخب الأسترالي تمكن في الدقيقة 77 من تقليص النتيجة عبر إنزو فرنانديز بالخطأ في مرمى. تجاوز المنتخب الهولندي دور 16 بنجاح إلى ربع النهائي بعد فوزه على نظيره الأمريكي ب3 أهداف لهدف. صنع دينزل دامفريس أول هدفين وسجل 3، الهدف الثالث الحاسم ليقود هولندا للفوز أمام الكثير من أكثر من 44 ألف متفرج. الطواحين افتتحوا التسجيل في أول 10 دقائق بأقدام ممفيس ديباي، وقبل نهاية الشوط الأول أضافوا هدفهم الثاني بنفس السيناريو عبر داني بليند، ونجح المنتخب الأمريكي في تقليص الفارق عبر البديل حاجي رايت في الدقيقة 76. لكن بعد 5 دقائق حسم دينزل دومفريس الأمور وعزز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 81. ستلعب هولندا التي فازت أمام أكثر من 44 ألف متفرج في دور 8 مع الأرجنتين. وتسعى فرنسا إلى استعادة بريقها ومواصلة حملة الدفاع عن لقبها عندما تلاقي بولندا الطامحة بترك بصمة في هذا المونديال. فرنسا حاملة اللقب بدأت مونديال قطر وهي تخشى تكرار سيناريو 2002 والخروج من دور المجموعات. الديوك وقبل صافرة البداية تلقوا ضربة موجعة بغياب صاحب الكرة الذهبية كريم بنزيما للإصابة. المباراة الافتتاحية أمام أستراليا قلب فيها النتيجة الفرنسيون للفوز بربعية. مرة أخرى أحد ركائز المنتخب يغادر المعسكر للإصابة وهو لوكاس هرنانديز. اللقاء الثاني أمام الدنمارك شهد فوز الأزرق بثنائية كيليان مبابي. مواجهة تونس في الجولة الأخيرة أراح فيها ديشان أهم الركائز ليتلقى المنتخب الفرنسي الخسارة بهدف وهبي الخزري. مشوار بولندا لم يكن سهلا في مجموعة تضم الأرجنتين والسعودية والمكسيك. 4 نقاط فقط جعلت زملاء ليفاندوفسكي يجتازون المجموعة كوصيف لمنتخب التانجو. لقاء واحد جمع البولنديين والفرنسيين في مسابقة دولية، وكان ذلك في كأس العالم 82 في إسبانيا لحساب مباراة تحديد المركز الثالث، والذي شهد تفوق النسور ب3 أهداف على زملاء تيغانا. في المباراة الثانية ستلعب إنجلترا مع السنغال في دور 16 على استاد البيت في الخور. الإنجليز وصلوا إلى هذه البطولة وهم يحملون لقب أغلى منتخب في البطولة. أسماء رنانة اجتمعت لإعادة الكأس الغائبة عن مهد كرة القدم منذ 56 عاماً.
الانتقادات طالت ساوثغيت قبل بداية البطولة واستمرت إلى قبل مواجهة ثمن النهائي، وهو الرجل الذي قاد إنجلترا إلى نصف نهائي البطولة الماضية ونهائي النسخة الماضية من كأس أوروبا. أما المهاجم راشفورد فيبدو أنه استعاد ثقته بنفسه مع المنتخب بعد أن كان أحد اللاعبين الثلاثة الذين أضاعوا ركلة ترجيحية أمام إيطاليا في نهائي اليورو، بل وأصبح أحد المفاتيح المهمة في خط الهجوم الإنجليزي. السنغال بطل أفريقيا تمكن من تخطي دور المجموعات للمرة الثانية خلال 3 مشاركات له فقط. مدربه أليو سيسي عرف كيف يستغل قدرات لاعبيه الذين ينشطون في أقوى وأبرز الفرق الأوروبية. المدرب السنغالي يسعى لمعادلة أفضل إنجاز للكرة السنغالية في المونديال بالوصول إلى ربع النهائي، وهو كان أحد أعمدة المنتخب، كما أن تجديد عقده قبل أيام من انطلاق المنافسة ساعد سيسي في التركيز بشكل أفضل على تقديم أداء جيد خلال المباريات. فهل تثبت أسود التيرانغا بأن المنتخبات الأفريقية باتت رقما صعبا في البطولة، أم أن واقعية الإنجليز ستنهي المغامرة السنغالية؟ منذ المباراة الأولى قدم ماغوير الرد الأفضل على كل ما مر به. لقد قدم أداء مذهلا في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، وعلينا مواصلة البناء. لعبت إلى جواره في العديد من المباريات الدولية وعشنا معا العديد من اللحظات، ولا يستحق ما مر به مع ناديه. تولينا المهمة يوم الجمعة وقد أعطانا أليو الإرشادات اللازمة وما علينا القيام به. نأمل أن يكون متواجداً في الملعب يوم المباراة وأن يقود الفريق من أرض الملعب. هدفنا هو الصعود، وأنا متأكد أن اللاعبين سيكونوا جاهزين ومستعدين. ستكون مواجهة صعبة، لكن علينا أن نحافظ على الهدوء. منتخب السامبا بعد مباراة الخشنة أمام الكاميرون خرج بإصابتين، هما المهاجم جابرييل جيسوس والمدافع أليكس تيليس، كلفتهما توديع البطولة مثلما أكده السبت المسؤول الإعلامي للاتحاد البرازيلي. جيسوس شعر في المباراة بألام دفعت المدرب إلى استبداله، وآخر التقارير تفيد إلى حاجته لشهر للتعافي، بينما يحتاج أليكس تيليس لعملية جراحية بعدما ترك الملعب مصابا وهو يبكي إثر اصطدامه بأحد لاعبي الكاميرون. تتضمن قائمة المصابين للمنتخب البرازيلي كل من الظهير الأيمن دانيلو والظهير الأيسر أليكساندرو ونجم الفريق نيمار. كان هذه أبرز أخبار المونديال، شكرا لمتابعتكم، تحياتي. شكرا لليليان، ونكمل من الرياضة وبالتزامن مع المواجهة التي تنتظر منتخبي فرنسا وبولندا اليوم على ملعب أسمامة ضمن منافسات دور 16 من كأس العالم 2022. توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات لصحيفة لو باريزيان الفرنسية فوز فرنسا على بولندا بنتيجة 3-1 وبلوغ ديوك ربع النهائي. وعن مسجلي الأهداف قال ماكرون: ربما يسجل ليفاندوفسكي لبولندا ويحرز لنا مبابي وجيرو الأهداف، والأخير يريد صناعة التاريخ، مشيرا إلى أن لاعبي المنتخب الفرنسي تماسكوا رغم الغيابات العديدة وصدمة إصابة كريم بنزيما على الأخص. على كل من جهة أخرى، أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيلي والذي يبلغ من العمر 82 عاما سيبقى في المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة العلاج من سرطان القولون، مضيفا أن الحالة الصحية العامة له تتحسن. دعونا نتابع. Thank you.
والمزيد معنا من دبي الرياضي مراد المصري. سأبدأ بما انتهينا به فيما يتعلق ببيليه وردود الفعل. خبرني عن ولاءات الجمهور، هل هي ثابتة أو لا؟ بالطبع يعني بيليه هو حالة خاصة بالنسبة للجماهير، يعني سواء تحب البرازيل أو لا تحبها. يعني نتذكر هو ممكن أحد أساطير الزمن الجميل، يعني لا نشأنا على أسم بيليه، لاعب سجل أكثر من 1000 هدف في مسيرته، أكثر لاعب توج بكأس العالم 3 مرات، يعني رقم إعجازي تقريبا بغض النظر من يريد التقليل منه. يعني حتى أنه كان له الدور المجتمعي في وقت الأوقات في إفريقيا، أوقف الحرب الأهلية عندما خاض مباراة كرة القدم، شارك في أفلام سينمائية بهوليوود. يعني دائما بيليه كان جزء بحياتنا عندما كبرنا وتعلقنا بالرقم 10 بسببه. ونتمنى له الشفاء. مراد، سأنتقل إلى ما ذكره ماكرون، توقع فوز فرنسا 3-1، ماذا عنك؟ ماذا تتوقع؟ يعني أعتقد أنه مع انطلاق دور الـ16 خلاص المفاجأة ستكون نادرة للغاية. المنتخبات الكبيرة ستحقق المطلوب منها، يعني دور المجموعات أحيانا يكون هناك في اختبارات تبديلات في التشكيلة، حتى يعني لا نريد التقليل من فوز تونس على فرنسا، ولكن فرنسا ممكن تعاملت مع المباراة بطريقة مختلفة. حاليا خلص بدأ الجد، لا المنتخبات الكبيرة تريد أن تحقق المطلوب منها، وهذا ما شاهدناه مع انطلاق الدور الثاني أمس، فوز الأرجنتين وهولندا. يعني خلص بدأت المنتخبات هذه المرشحة تريد تحقيق المطلوب منها، وإن كانت مهمة فرنسا صعبة لأنه في 14 محاولة سابقة مؤخرا لم يتمكن حامل اللقب من الفوز به مرتين متتاليتين. يعني مهمة صعبة للغاية، ولكن فرنسا ما زالت من ضمن ممكن 3 مرشحين أقوياء للمنافسة على اللقب. بس ما قلت لي شو بتتوقع؟ فوز فرنسا أتوقع. قديه؟ لأنه ماكرون حدد بقول لك 3-1. لا أعتقد 2-0، لأنه بولندا عجزت عن التسجيل أمام المكسيك وأمام الأرجنتين. يعني كلما واجهت منتخب منظم عجزت، حتى أمام السعودية يعني اعتمدت على الأخطاء، أخطاء يعني دفاعية للتسجيل. يعني لا تبدو هناك الفريق منظم يعني للغاية في هذه البطولة، ويبدو بعيد عن المنافسة. طيب خبرنا عن أداء الأمس. أداء الأمس كما تحدثنا، يعني هولندا والأرجنتين متخصصين ببلوغ ربع النهائي. يعني عندما تحدث على كلاهما في آخر مشاركات خاصة بهما بلغوا الدور ربع النهائي 5 مرات من آخر 6 مرات، دائما يتواجدوا في أدوار متقدمة، ولكن المنتخبين لغز في كأس العالم. يعني يعني الأرجنتين من 86 دائما لديها أجيال وأسماء، وتحديدا الجيل الحالي مع ميسي، ولكن لا تحقق اللقب رغم أنه مشاركته هو تحديدا منذ عام 2006 موجود. هولندا يعني دولة تعشق كرة القدم، أكثر من 1,200,000 لاعب في البلاد وإنجازات في أوروبا والأندية وغيرها، ويعني صانعة للمواهب، ودائما في المونديال تسقط في الخطوات الأخيرة. أعتقد أنها مباراة مثيرة للاهتمام، ومن يحقق الفوز سيكون فرصته كبيرة ممكن لبلوغ النهائي. طيب بالنسبة للغيابات، وخاصة أيضا ماكرون أشار لإلها أنه رغم الغيابات استطاع المنتخب الفرنسي تحقيق الفوز، الغيابات بصورة عامة في هذا المونديال كيف تقيمه؟ هل هو طبيعي يعني بنفس الوتيرة التي حدثت في السابق؟ لا طبعا هو الأمر غير طبيعي، لأنه بسبب الرزام المضغوطة اللي كانت موجودة قبل كأس العالم. كان هناك رزام مضغوطة للغاية من أجل أنه الكأس العالم يأتي في نصف الموسم، هذا أثر اللاعبين، أدى عدد الإصابات الكبيرة للغاية. غياب كريم بنزيما له يعني إيجابيات وسلبيات، هو أفضل لاعب نعم في العالم، ولكن فرنسا حققت اللقب في غيابه وبالمجموعة تقريبا الحالية في الوقت الحالي. يعني فهي متجانسة، تشعر أنه متجانسة التشكيلة الحالية، جيرو وغريزمان وإمبابي، هذا كل واحد يعرف دوره. لا نقول أنه كريم بنزيما سيؤثر سلبا، ولكنه لم يظهر نفس التجانس في أمم أوروبا على سبيل المثال بوجوده، فبالتالي أعتقد أنه أوروبا دارت النافع على المنتخب الفرنسي. نعم، من دبي الناقد الرياضي مراد المصري، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. شكرا جزيلا. نكمل مشاهدينا من اليمن، حيث قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قال إن استهداف جماعة الحوثي لمسجد في محافظة الحديدة بطائرة مسيرة أثناء صلاة الجمعة جريمة حرب مكتملة الأركان. أضاف الإرياني على تويتر أن الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 5 آخرين من بينهم أطفال. أكد أن الهجوم الأخير يضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي واستهدافها الممنهج للأحياء السكنية والمنازل والمساجد والأسواق العامة بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، وذلك في ظل ما وصفه بصمت دولي غير مفهوم.
وفي خبر آخر، أقام مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية مائدة مستديرة لمناقشة أوراق بحثية حول الدور الداعم لليمن من قبل كل من السعودية وأيضا مصر. توصيات الحاضرين تمحورت حول أهمية وقف القتال، إزالة الألغام، وبعضهم ذهب إلى استخدام الطاقة كورقة ضغط لفرض اليمن على أولويات الأجندة الدولية. دعونا نتابع. خبرات رفيعة المستوى اجتمعت في القاهرة لمناقشة الشراكة السعودية المصرية لحماية الأمن القومي العربي اليمن نموذجا، والتي ناقشت عددا من الأوراق البحثية الهامة في هذا الشأن، منها ما كان معنيا بالتدخلات الخارجية وحماية الوطن العربي منها. التهديدات الخارجية واضحة ومعروفة أنها تهديدات إيرانية في اليمن لكل المنطقة العربية وبالذات السعودية. لابد أن نحن نفكر في سبل جديدة وفي أطراف جديدة، ونأمل خير بدخول الصين في الموضوع، لأن الصين لها وضع كبير. الندوة استهدفت في واحدة من أوراقها أهمية مشروع مسام لإزالة الألغام، ولكن هذا الموضوع عرج بالحديث على عدد من الألغام الأكثر أهمية من وجهة نظر المشاركين. رغم العداء الشديد جدا الذي قد يبدو ظاهرا بين مثلا دولة زي أمريكا وبين إيران، بس الواحد لما يتأمل المسألة بعمق جدا يجد أنه ثمة دعم للجهود الإيرانية في تفكيك المنطقة. عملية التفكيك هذه احنا لابد ان احنا ننظر اليها على انها ألغام بتزرع في جسد العروبة. التوصيات تمحورت حول ضرورة استخدام أوراق الضغط العربية لوضع اليمن على رأس الأولويات الدولية. الدول العربية الفاعلة ان هي عندها أوراق ضغط حقيقية، مش حول أوراق سياسية، حول أوراق اقتصادية، واعتقد العالم كله مقبل على شتاء أوروبا وأمريكا، شتاء سياسي قارس من خلال الطاقة. أن يتم تشكيل فرقة متخصصة من القوات المسلحة المصرية والسعودية لرفع الألغام في المناطق التي يتفق عليها تحت مظلة الجامعة العربية، وتخطر كل الأطراف المعنية بأنها مستعدة للبدء فورا في رفع هذه الألغام. الحاضرون أصروا على ضرورة إنهاء القتال أولا قبل الحديث عن إزالة الألغام، وإلا سيكون أمرا لا ينتهي. تامر نصرت، العربية، القاهرة. مشاهدينا، إلى لارا الآن وأخبار الظهيرة الاقتصادية. لارا، تفضلي. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم من جديد. إذن تداولات سوق الأسهم السعودية وبقية الأسواق الخليجية، نحدثها الآن. السوق السعودية بعد بداية إيجابية تعود لتسجل تراجع اليوم ب 0.2%، صورة أفضل في بقية الأسواق الخليجية. لا ننسى بأن السوق على مدار الأسبوع الماضي كان فيها خسائر ب 1%، وأيضا على مدار الشهر الماضي خسائر وصلت إلى 6.5% على مؤشر سوق الأسهم السعودية. أرامكو اليوم تتراجع ب 13% في تراجع بأسعار النفط في نهاية الأسبوع، ولو أنه الأسعار سجلت ارتفاع على مدار الأسبوع الماضي. أكيد نتابع اليوم اجتماع مهم لأوبك بلس، اجتماع افتراضي، من غير المتوقع أن تغير المجموعة من سياسة الإنتاج. نحن نعرف بأن المجموعة أقرت مؤخرا تخفيض إنتاجها بمليوني برميل. الأمر الآخر اللي تبعناه مؤخرا في أسعار النفط هو موافقة مجموعة السبع وأستراليا على وضع سقف لسعر النفط الروسي الذي يباع والمنقول بحرا. تم وضع السقف عند 60 دولار، روسيا قالت بأنها لن تقبل بذلك وسوف تأخذ إجراءات سوف تعلن عنها لاحقا. أسعار برنت ونايمكس على مدار الأسبوع إذن كما تحدثنا ارتفاعات، أول مكاسب بعد 3 أسابيع من التراجع، ولكن يوم الجمعة سجلنا تراجعات، وأيضا اتجاه نزولي كنا عم نشوفه على أسعار النفط بسبب كذلك الإغلاقات في الصين يلي بتأثر على الطلب، لأن الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.
هذا كان عم بيأثر سلبا أيضا تداعياته كنا عم نشوفها على سوق الأسهم السعودية. سابق ضمن قطاع المواد الأساسية مرتفعة اليوم، متقدمة أيضا ارتفاعات ب 1.7%. الشركة حصلت على موافقة وزارة الطاقة، للشركة تابعة لها حصلت على موافقة وزارة الطاقة على إنشاء وتملك خط أنابيب لنقل البروبين في الجبيل لمدة 25 سنة هجرية. سهم يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الأخبار. أسهم البنوك اليوم ضعيفة بشكل عام، ما عدا الأهلي يسجل ارتفاعات ب 14%، وأسهم الاتصالات أيضا ضعيفة اليوم، STC تخسر 14%. زين الآن محت كل الارتفاعات. أميان تيتن الأكثر ارتفاعا، الشركة تعلن عن موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس مالها عبر طرح أسهم حقوق أولوية، تطرح أو تنوي رفع رأس مالها ب 346 مليون ريال إلى 445 مليون ريال، رفعة كبيرة لأنه رأس مال الحالي هو أقل من 100 مليون ريال. مشاهدينا أنا بالطبع أعود معكم بعد قليل في الأسواق العربية لتحديث هذه الأرقام. دعونا ننتقل الآن مجددا إلى ميسون. شكرا لارا. نكمل من مصر مشاهدينا. لا يزال التفاعل مستمر حول مشاهد الاعتداءات التي تعرض لها الطاقم التمريضي في مستشفى قويست العام، فيما أعلن وزير الصحة أن هناك تحقيقات حول الواقع وأنه لا يوجد أحد فوق القانون. دعونا نتابع. لليوم الثالث على التوالي يستمر الجدل حول مشاهد الاعتداءات التي تعرض لها طاقم التمريض في مستشفى قويست العام. وزير الصحة توجه للمستشفى والتقى الطاقم الطبي والتمريضي وأكد أن القضية قيد التحقيق وأنه لا أحد فوق القانون. أحد الذين صوروا وهم يقومون بالاعتداءات يعمل كضابط طيار. المتحدث العسكري أصدر بيانا أعلن فيه أن القوات المسلحة تتابع ما أثير عن القضية وتؤكد كامل احترامها لسيادة القانون وتهيب بالجميع تحري الدقة وانتظار انتهاء التحقيقات. وفي منزلها التقينا بالسيدة مها بشر إحدى الممرضات المعتدى عليهن، حيث أكدت أنها هي وزميلاتها تعرضن للإهانة وأنهن يطالبان بالعدل وأنهن في انتظار انتهاء التحقيقات واتضاح كافة الحقائق بعيدا عن الشائعات التي انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. احنا عايزين حقنا اللي هنا اللي احنا تهناها ديت، عايزين حقنا رد اعتبار. دي اشاعات فيس هو اللي نزل الكلام ده. مفيش زميلتنا، مفيش حد عندنا حامل، مفيش حد عندنا سقط، احنا مفيناش كم، مفيش حد فينا حامل. توجهنا للمستشفى للقاء المدير العام ولكننا منعنا من التصوير. التقينا بإحدى الممرضات التي طالبت بضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية من مثل هذه الاعتداءات. احنا طالعين من بيوتنا عشان نشتغل، عشان نشوف المريض ودوت يعني، فمش طالعين للإهانة والذل. الساعات الأخيرة شهدت تطورات جديدة بعد ظهور فيديوهات وتصريحات من أسرة الطيار تشير إلى أن بعض أفراد المستشفى هم من بادروا بالاعتداءات على المريضة وأسرتها. احنا قدام روايتين، واحنا دلوقتي قدام جهتين تحقيق، النيابة العسكرية بتحقق والنيابة العامة بتحقق في انتظار التحقيقات الرسمية لإعلان النتائج. والآن يبقى الجميع في انتظار انتهاء التحقيقات من كافة الأطراف لكشف الحقائق وحسم الجدل ومعاقبة المتسببين في واقعة اعتداءات مستشفى قويست العام التي شغلت الرأي العام. أحمد عثمان، العربية، مدينة قويست، محافظة المنوفية. أشارت دراسات طبية أخيرة إلى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي مصحوبا بارتفاع نسب الشفاء منه في الولايات المتحدة. أسندت مراكز طبية أمريكية السبب في ذلك إلى تكوين مناعة بسبب تكرار الإصابة بمتحورات فيروس كورونا، لكنها في الوقت ذاته حذرت من زيادة أعداد الحالات التي تستقبل في المستشفيات. ارتفاع في حالات الإصابة لكنه مصحوب بارتفاع مماثل في حالات الشفاء، صورة رسمها خبراء صحيون لمشهد الفيروس المخلوي التنفسي RSV. وفقاً للخبراء فإن الإصابات السابقة بفيروس كورونا ومتحوراته ساعدت في تكوين مناعة جماعية في مواجهة الفيروس المخلوي التنفسي. جانب إيجابي عكسته العلاقة بين فيروس كورونا و RSV، لكن لم تزل التخوفات من تداعيات المرض خاصة مع تسجيل ارتفاع في دخول المرضى إلى مستشفيات الولايات المتحدة.
حيث سجلت دخول نحو 80,000 طفل دون سن 5 سنوات. ووفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل ما بين 60,000 و 120,000 حالة دخول إلى المستشفى بين كبار السن. ومن الولايات المتحدة إلى ألمانيا التي دقت ناقوس الخطر بعدما أصيب أكثر من 7 ملايين شخص بأمراض الجهاز التنفسي المختلفة في غضون شهر واحد، وذلك وفقاً لمعهد روبرت كوخ الألماني الذي أشار إلى دور الفيروس المخلوي التنفسي في ارتفاع معدلات الإصابة. أرقام وإحصاءات ترصد بينما تعكف المراكز البحثية على تطوير لقاحات ضد الفيروس المخلوي التنفسي الذي قد يصيب مرضاه أكثر من مرة في موسم واحد، وإلى ذلك الحين ينصح الأطباء باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، خاصة بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس المخلوي التنفسي يعد تهديداً للمستشفيات. علي السمان، العربية. توفي الإعلامي والصحفي المصري الكبير مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عاما بعد رحلة معاناة مع المرض، حيث أمضى ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة. كانت صحة الإعلامي المصري الراحل قد تدهورت مؤخرا، حيث خضع لعملية جراحية تضمنت تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية. إلى العناوين. إيران تعتقل العشرات من الجيش لدعم الاحتجاجات وتعدم 4 أشخاص بزعم ارتباطهم بإسرائيل. واشنطن تشدد على دعم الاحتجاجات في إيران، وماكرون يندد بأكاذيب طهران بشأن معتقلين فرنسيين. واشنطن تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا وتتهم موسكو بالوحشية المتعمدة. أسطورة الكرة البرازيلية بيلي يطمئن محبيه، وفي المونديال السنغال تتحدى إنجلترا وفرنسا تواجه بولندا. انتهت النشرة، نلتقي في دبي قريبا مشاهدينا، ابقوا معنا.